السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الأعزاء حياكم الله اليوم في لقاء بعنوان الأبعاد النفسية لأهالي المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مع الدكتور عبد العزيز أبو داسر استشاري الطب النفسي المساعد بكلية الطب. حياك الله معنا دكتور يا عبد العزيز، تفضل. حياك الله يا أستاذة لولو، حيا الله المستمعين الكرام. إن شاء الله الصوت يكون واضح لكم جميعا. واضح دكتور. طيب، في حال كان في أي فترة كان الصوت غير واضح أرجو إخباري بذلك. إن طيب شاء الله. طيب أول شيء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر جمعية إشراق، هذه الجمعية الرائدة والتي عنيت باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو من الاضطرابات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، خصوصا مع الحمد لله فتح مراكز والعيادات التشخيصية، كما هو موضح في الإحصائية الأخيرة في المسح الوطني الذي أجري، وكان اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه على قائمة هذه الاضطرابات. ونسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يكون في عون الأهالي والمصابين بذلك. لما نتحدث عن الأبعاد النفسية لأهالي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، في الحقيقة كان في البداية كنت أتمنى أن الموضوع يشمل الجميع، جميع الأهالي الذين لديهم يعني أحد أبنائهم مصاب بأي اضطراب، سواء كان نفسي أو مرض أو إعاقة أو غير ذلك، لأن كثير من النقاط التي ستذكر قد تعنى بشكل أو بآخر لجميع الأهالي. السؤال اللي يطرح نفسه في البداية، هل هناك بالفعل أبعاد نفسية أو آثار نفسية لأهالي الأشخاص المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ الأبحاث التي أجريت في هذا الموضوع، وهي أبحاث كثيرة، وجدت بالفعل هناك ضغوطات وآثار وأبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية على أهالي المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كما هو الحال مع كثير من الأشخاص الذين لديهم مصابين ب على سبيل المثال طيف التوحد، أو مثلا شخص يرعى مصاب بمرض الزهايمر أو غيره من الاضطرابات الأخرى. فهناك عدد كبير من الدراسات أجريت حول هذا الموضوع، ووجدوا أن هناك ارتباط بزيادة في الضغوطات النفسية والمشاكل النفسية والاضطرابات المختلفة لدى الأهالي. ويبقى السؤال هنا، يعني ما هي عوامل الخطورة التي تزيد من وجود أثر نفسي، وما هي هذه الأبعاد أو الآثار النفسية؟ لكن في البداية ممكن نذكر بعض عوامل الخطورة التي وجدت في الأبحاث وتزيد من خطورة إصابة الراعي لهذا الطفل أو المصاب باضطراب فرط الحركة. ودائما نعنى بالراعي اللصيق أو الكير جيفر، الراعي الأول لهذا المصاب. فمن أبرز الأشياء وجدت الدراسات أنه وجود أكثر من طفل مصاب يزيد من احتمالية نشوء أبعاد نفسية واضطرابات نفسية لدى الراعي. أيضا إذا كانت مستوى الحالة شديد، فعندنا شدة الحالة تختلف من مصاب إلى آخر، بعض الحالات تكون خفيفة، بعض الحالات تكون متوسطة، بعض الحالات تكون شديدة. فعلى حسب اختلاف أو شدة الأعراض للمصاب يكون البعد النفسي أكثر ضراوة أو أكثر شدة. أيضا من العوامل
هي إصابة أحد الوالدين أو الراعي الذي يرعى هذا المصاب بهذا الاضطراب بأي اضطراب نفسي آخر. على سبيل المثال قد يكون أحد الوالدين مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والبعد الجيني فيه يلعب دور. قد يكون اضطراب آخر مثل القلق، التوتر، الاكتئاب، أي إعاقة سواء كانت مثلا أو مرض عضوي، اضطراب نفسي، يزيد من احتمالية وجود بعد نفسي لدى الراعي. من العوامل أيضا التي وجدتها الدراسات إذا كان المسؤول عن هذا المصاب أو الراعي له امرأة، والأسباب قد تكون بسبب أن الأم أو الراعي يعني قد تكون أكثر عاطفة وأكثر حنوا على ابنها أو من ترعاه. أيضا دور التغيرات الهرمونية الشهرية لدى المرأة وأيضا الحمل والولادة قد تلعب دور أيضا في زيادة الآثار النفسية لدى الراعي. من الأمور أيضا المهمة هي عدم امتلاك مهارات حل المشكلات أو مهارات التأقلم. فنجد بعض الأشخاص إذا واجه مشكلة وهم قد الأهل يواجهوا مشكلة مع أبنائهم، فيه عدد من الأشخاص لا يمتلك مهارة حل المشكلات أو التأقلم كوبينج ميكانيزم مع هذه الإشكالية التي حصلت. فنجد البعض يلجأ للهروب، الهروب من المشكلة. البعض الآخر قد يعني يقحم نفسه في المشكلة بشكل مبالغ فيه ويشيل هم بزيادة ويجعل حل المشكلة بدل ما كان يسر ميسر يفكر فيه بشكل أكثر تعقيدا. هؤلاء الأشخاص وجدوا أنه أكثر عرضة لحدوث اضطرابات نفسية لديهم. بعض الأشخاص مثلا تحصل مشكلة فيبدأ يلوم نفسه أو يلوم الآخرين، مع أن ما هو بالشرط أن يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشكلة التي حصلت. من عوامل خطورة أيضا فقد الإمكانات المالية، على سبيل المثال الفقر، العوز، أو أيضا فقد الإمكانات الاجتماعية، بمعنى أنه وجدوا والله الأقليات اللي ما عندهم ارتباط كبير بأهاليهم، ما عندهم دعم اجتماعي كبير، ممكن يكون أكثر عرضة لنشور الاضطرابات النفسية لديهم. أيضا فقد الإمكانات العلاجية مثلا بعد المسافة، مدينة نائية، الأقرب مركز لي يعني على بعد مسافة بعيدة، أو طول مواعيد الانتظار سواء المواعيد الجديدة أو مواعيد المتابعة، قد يزيد من احتمالية الضغط النفسي لدى الأهالي أو الراعي لهذا المصاب. من العوامل أيضا الخجل والتردد في طلب المساعدة، فيحتاج والله مثلا مساعدة في شيء معين لكن عنده شخصية خجولة، أو يكون قد بعض الأشخاص يكون عنده قلق أو رهاب اجتماعي من طلب المساعدة، سواء طلب المساعدة من صديق أو صديقة، من قريب، من طبيب، من أي نوع من أنواع المساعدة. من عوامل الخطورة أيضا هي الوصمة، حينما يتحسس أحد الوالدين بإصابة ابنهم باضطراب فرط الحركة أو غيره من الاضطرابات، فنجد أنه يعني قد يعتري نوع من الخجل، التردد أنه يحضر مثلا مناسبة اجتماعية، أو أنه مثلا يعرفون الناس عندي ولد مصاب باضطراب فرط الحركة، مما يزيد الضغط النفسي على الوالد أو على الراعي. هذه 7 عوامل قد تكون من أبرز العوامل التي تزيد من احتمالية أو خطورة نشوء عرض نفسي لدى الأهالي أو من يرعون مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أنا ما أعرف أستاذ لولو، إحنا اتفقنا نخلص ونخلي الأسئلة فيما بعد، أو تبغى مثلا نخلص جزئية ونسأل ولا كيف؟ ممكن نخليها في آخر اللقاء، ممكن على 9:15 إذا تحب. طيب ما في إشكالية، إن شاء الله نحن يعني على تقريبا يعني 9:09 نتيح، يعني 9:03 نتيح المجال أيضا للأسئلة بإذن الله تعالى. بإذن الله. طيب، هناك يعني نقطة مهمة في التي تزيد من عوامل خطورة البعد النفسي، أفردت لها يعني ك
فقرة يعني لحالها، وهي نمط الوالدين، نمط الوالدين في الحياة، أنماطهم، أنماط شخصياتهم في تعاملهم مع الأبناء. فدراسات كثيرة وجدت ارتباط أصلاً نمط أو سلوك الوالدين في قضية زيادة أو سوء الحالة أو تحسن الحالة لدى المصاب بفرط الحركة. فرط الحركة ليس فقط في المدرسة وليس فقط في العمل، أيضا هو موجود في يعني حياتنا اليومية الاجتماعية. قبل نبدأ في أنماط الوالدين، يعني بعض الآباء يفكر أنه والله أن أولاده أو بنته ولا ولده المصاب أو الراعي أيا يكن، أنه والله المصاب أنه ما يسمع كلامه، فلما يقول مثلا والله يا محمد يا ليلى بالله يجيبي لي كاسة، حتى لو كان في البداية أنه مدرك أنه مصاب بتشتت الانتباه وأنه ولد أنه جالس والله ما هو أنه يسمع كلام، لكن مع كثرة الممارسة اليومية، لأن هذا الطفل موجود معي في حياتي اليومية كل يوم معايا، فبعض الأحيان أغفل وأنسى، فلما أنادي مثلا أقول والله جيب الكاسة جيب الشغلة الفلانية، ما يسمع يا محمد جيب الكاسة، ثم بعد فترة أسير إيش يرفع أحد الوالدين صوته أو الراعي، ويبدأ هنا مع الوقت مع الأيام قد المصابين بفرط الحركة يشكلون سلوك الآباء، فنجد الراعي مثلا الأب أو الأم ما كان من نمط حياته مثلا والله رفع الصوت، لكن بعد فترة بعد مثلا مرور وقت نجد والله أنه تأقلم وتعود الراعي على والله قضية رفع الصوت أو التحسس الزايد في حال أنه ما سمع الأمر هذا، وبالتالي فيما بعد نمط سلوكي هذا مثل رفع الصوت والعقاب يؤثر سلبا على زيادة سوء الأعراض لدى المصاب. فنجد أن سلوك الآباء مع أولادهم عندهم أربع أنماط من الشخصية أو التعامل، في هناك الراعي أو الوالد المتسلط المتحكم المسيطر، هو يتحكم الكنترول جدا عالي عنده، ولكن الدعم النفسي والمشاعر والعواطف تكون قليلة جدا، وهذا النوع هو النوع الصعب، وهذا نوع من أنواع العلاقة التي مع الوقت تفاقم الأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. فالأب المسيطر المتحكم اللي ما عنده والله أي دعم لطفله أو أي مشاعر، هو يعني تزداد الحالة سوءا، وإذا ازدادت الحالة سوءا يؤثر ذلك على زيادة نمط هذا الأب أو الأم المتسلط، وبالتالي يكونون في حلقة مفرغة وعلاقة طردية، فهذا يزيد وهذا يزيد مع الوقت ولا يوجد يعني حل في منتصف الطريق. النوع الثاني من أنواع تعامل الوالدين هو الأب أو الأم أو الراعي الحازم. لما نقول الحازم فهو أيضا عنده القدرة على السيطرة وضبط الأمور، ولكن في نفس الوقت هو يعطي الدعم العاطفي والمعنوي والدعم بجميع وكافة أنواعه، فهو يعطي الخطوط العامة، يعطي التصورات الكبرى، وممكن ما يخش في جميع التفاصيل، يعطي الابن فرصة للتعلم، يعطيه الفرصة للابن للاكتشاف أو الطفل هذا، ومع ذلك يعني يبين له الأخطاء والسلوكيات مع وجود الدعم النفسي والمعنوي بشكل كبير جدا جدا. وجدوا أن هذا النوع من الراعي للطفل أو أحد الوالدين أنه يكون أفضل من ناحية تحسن الأعراض، وأيضا التقليل من السلوكيات التي قد تنشأ من يعني فيما بعد، مثل استخدام المواد المخدرة أو السلوكيات العدوانية أو غيرها من السلوكيات التي قد تسبب مثلا معاناة للأهل وللمصاب. النمط الثالث هو النمط المتسامح، هو الذي لا يقود الدفة، ما عنده ضبط للأمور، ولكن في نفس الوقت لديه قدر عالي جدا من المشاعر، ولكنه لا 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 يدخل في 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 ضبط الأمور أو تبيين الأخطاء للطفل
لكنه دعم فقط عاطفي ومعنوي. وجدوا أنه يكون الابن أكثر عرضة مستقبلا لبعض السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل استخدام مواد مخدرة وغيرها. النمط الرابع هو الراعي أو الوالد أو الوالدة الغائب أو المهمل الذي لا يوجد عنده لا دعم معنوي ولا يتحكم أيضا في الأمور، فهو مهمل جدا ويترك الأمور على الحبل على الغارب، وبالتالي يكون نمط سلوك هذا الطفل أيضا أكثر سوءا من غيره. نجد النمط الخامس هو الشخص الذي يتدخل في الذي يدعم عاطفيا بشكل كبير جدا جدا، ولكنه يخش في قضية تفاصيل ابنه over protective، يعني بمعنى أنه والله الطفل لا تروح تسوي، أنا بسوي عنك هذه الأمور، يبغى يسوي حاجة معينة لا تشيل الهم، أنا أسوي عنك هذا الأمر، أبغى الوجبة لا إيش رأيك أنا أختار لك الوجبة هذه أفضل، فيخش في جميع تفاصيل حياته من باب ما هو التحكم، من باب العاطفة يتحكم في جميع أمور حياته، تفاصيل حياته اليومية، قراراته، حتى الديلي لايف اكتيفيتي مثلا اللي هو نمط السلوكيات اليومية من ناحية الأكل والشرب القرارات، وهو يدعم دعم عاطفي كبير، لكن وجدوا النمط هذا أيضا يزيد حالة فرط الحركة وجود انتباه سوء. وبالتالي كل ما زادت حالة يعني شدة أعراض فرط الحركة وجود الانتباه كلما زاد الضغط على الأهالي وعلى الراعي. فوجدوا والله إن الأب الحازم أو الراعي الحازم الذي يعطي القواعد العامة يضبط الأمور ويعطي فرصة للتعلم وللانطلاق مع وجود الدعم النفسي والمعنوي بشكل كبير، أنه أفضل نموذج للتعامل أيضا مع الطفل المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب، حنا ذكرنا عوامل الخطورة وأنماط الأب أو الراعي أو الأم مع المصاب بفرط الحركة، لكن ما هي الآثار النفسية؟ ذكرنا قلنا ما هي الأبعاد النفسية التي قد تترتب على الأهالي أو الذي يرعى الطفل أو المصاب أيا يكون بفرط الحركة وشتت الانتباه. من ضمنها أو أعلاها هي الاضطرابات التأقلم والتكيف، بمعنى أن الشخص يكون عنده قريب من أعراض الاكتئاب أو قريب من أعراض القلق، لكن صورة الاكتئاب غير مكتملة وأيضا صورة القلق العام غير مكتملة، وهذه الأعراض أعراض الاكتئاب والقلق ناتجة عن وجود ضغط. فبالتالي مثلا إذا كان الراعي أخذ إجازة، مثلا أخذ إجازة شهر أسبوعين كان بعيد عن المصاب، يجد أنه يرتاح وتتحسن عنده نفسيته بشكل كبير جدا جدا، لكن إذا رجع جهة هذا الضغط ينشأ لديه بعض أعراض الاكتئاب والقلق، لكنها تكون صورتها غير مكتملة. أيضا من الأمور التي تحدث عند الأهالي أو الراعي اللي مصاب بفرط الحركة هو الاحتراق النفسي أو الانهاك النفسي، وهي حالة عقلية وحالة جسدية من الانهاك أو الإرهاق نتيجة لرعاية هذا الطفل أو هذا المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه أو غيره من الاضطرابات الأخرى. وش أعراضه؟ الغالب أنه يكون عنده مثل الإنهاك أو الإرهاق العاطفي، يكون عنده تعبيره عن المشاعر جدا محدود، يعامل الأشياء كأشياء وليس كمشاعر، نوعا ما يجدون صعوبة في التأقلم أو التفاعل مع الواقع، فبعضهم يعني قد يصل إلى مرحلة أنه والله كأنه منفصل عن المحيط وعن الواقع الذي يعيش فيه. أيضا إحساس بقلة الإنتاجية، وأن مهما سوى مع هذا الطفل أو غيره أنه والله ما فيه أي نتائج، فيفقد الشعور مع حتى لو كان يعني النتائج كانت رائعة، حتى لو كانت النتائج رائعة، لكن يصل إلى مرحلة أنه والله لا يشوف أنه ما سوى شيء وأنه ما في نتائج، وبالتالي يخش في حالة إحباط وحالة يأس.
وهذا يعني هذا الثلاثي الذي يمثل الاحتراق النفسي والانهاك النفسي. بعض الرعاية والأهالي قد يصل إلى مرحلة الاكتئاب، بمعنى الاضطراب الاكتئاب الجسيم، وهو حالة من الحزن والشعور بالكآبة وفقد اللذة والاستمتاع بالأشياء لمدة أسبوعين فأكثر، معظم الأيام، أغلب الأوقات، أغلب الأيام، ويصاحبها عدد من الأعراض مثل اضطرابات النوم والأكل وفقد التركيز ولوم الذات وقلة التركيز والشعور بالخمول والكسل أو العصبية والنرفزة وغيرها من الأفكار التي قد تصل إلى درجة من التمني الموت أو إيذاء الذات. القلق أحد الأثار المترتبة على الأهالي، بيفكر كثير، طفل شاغل باله في معظم الأوقات، معظم الأيام لمدة 6 أشهر فأكثر، وبالتالي يؤثر على نمط حياته، يؤثر على نومه، يؤثر والله على تركيزه، وقد تؤثر أيضا على حياة الراعي، فنجد أنه ما يستطيع أن يذهب مثلا إلى العمل، خلاص يفقد اهتمامه في نفسه، يفقد اهتمامه بمثلا الزيارات العائلية والتنزه والترويح عن النفس، فيؤثر على الحياة بشكل كبير جدا. من الآثار أيضا هي الآثار البدنية، ممكن مع الضغط النفسي يتولد اللي هو الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري، الضغط، نتيجة لمثلا والله عدم الحركة وغيرها من الأمور. من الآثار أيضا الآثار الاجتماعية، فنجد أن هناك انسحاب اجتماعي، خجل اجتماعي، والله ما عاد بروح المناسبة هذه عشان ما لا يحرجني أو لا أدخل في مشاكل أو أجلس في البيت أفضل. نظام البيت يعني والأمان في البيت يتغير عشان بعض الأطفال يكون عنده حركة كبيرة، فأنا والله خلاص أسوي البيت بنمط معين، تصميم معين، حتى لو على سبيل أني أضحيت ببعض الأشياء التي ممكن أستمتع فيها. أيضا في السيارة ممكن الطفل مع حركته يعمل لي مشاكل، فيصير قيادة السيارة أصلا علي عبء كبير. المشاكل بين الأزواج في البيت أو من يرعى الطفل، لوم الآخرين وأنت السبب أو أنت السبب، وهكذا تنشأ مشاكل أسرية قد لا يكونوا يعني مدركين لها. من الأسباب أيضا أو من الأثار عدم الانتظام في العمل، إذا كان مثلا والله الراعي مثلا موظفة أو موظف، فيعني قد يكون هناك غيابات لوجود طفل مصاب ويحتاج إلى الرعاية المنزلية. من الأثار أيضا هي الأثار الاقتصادية، سواء كانت على المدرسة أو على تكاليف العلاج أو على أجيب والله خادم يعني مراقبة أو خادمة منزلية في البيت عشان هذا الطفل، فلا شك أنه حمل اقتصادي على الأهالي. هذه يعني أبرز الأثار. الشيء الأخير اللي ننتقل إليه إن شاء الله وهو المحور الأخير هو العلاج. حنا عرفنا والله عوامل الخطورة، أول شيء عرفنا أنه والله نعم أن وجود طفل مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد احتمالية وجود ضغط نفسي وأبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وبدنية على الأهالي. عرفنا ما هي عوامل الخطورة التي تزيد من هذا الشيء. عرفنا والله ما هي الأثار النفسية المتوقعة التي ستحدث لرعاية المصابين سواء من الأهالي أو غيرهم. المحور الرابع والأخير هو العلاج. طيب، العلاج ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي للمؤسسات والطفل والأسرة. فالمؤسسات هي بدورها لابد أن تقوم بدور كبير في توفير المراكز الرعاية للأطفال المصابين بفرط الحركة وغيرهم من المصابين بالاضطرابات الأخرى، الدعم العلاجي، الدعم المالي، الدعم المكاني، والحمد لله هناك الكثير من المراكز والتي بإذن الله تعالى لا زالت في تحسن وبين فترة وأخرى بإذن الله تعالى، ونأمل أن تكون إن شاء الله في القريب العاجل أن تتوفر البيئات الجيدة المدربة على رعاية الأطفال المصابين باضطراب الحركة وفرط وتشتت الانتباه وغيرها من الاضطرابات الأخرى. أما المحور الثاني فهو على عاتق من عاتق مقول للطفل، لكنه يتمحور حول الطفل، وهو أولا العلاج، علاج الطفل.
الحمد لله علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يعتبر من أعلى الاضطرابات النفسية استجابة إلى العلاج، حيث أن قرابة 70 إلى 80% من المصابين يستجيبون على العلاج الدوائي، وهذا الحمد لله أمر مبشر جدا للأهالي. في دراسة وجدوها، جمعوا عدد كبير من الدراسات من عام 1993 إلى عام 2016، وجدوا أن الطفل الذي المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه الذي حصل على العلاج الدوائي المناسب وتحسنت عنده لا شك الأعراض، أنه نتيجة لذلك تحسنت الأبعاد النفسية بشكل كبير لدى الأهالي ومن يرعى هذا الطفل. فوجود أني أذهب بطفلي إلى طبيب متمكن متدرب أو معالج أيضا، لأن العلاج هنا علاج دوائي بشكل أساسي وعلاج غير دوائي أيضا بشكل مهم جدا، فأبحث عن الطبيب الجيد، المكان الذي يعني لدي تدريب كافي وخيارات متعددة. أيضا من الجوانب أيضا اللي هو والله تتمحور حول الطفل، أنه علاقتي بهذا كراعي بالطفل، فمثل ما عرفنا أنواع الآباء أو الرعاة للأطفال، يفضل أن يكون أنا النوع الحازم، بمعنى أني والله يكون عندي خطوط عامة، أستطيع أني أضبط الأمور، أكشف الأخطاء بأسلوب جيد جدا، وأعطي الثقة وأعطي المحاولة والتعلم من الأخطاء، وفي نفس الوقت أدعم بشكل كبير عاطفيا ومعنويا لهذا الطفل، ولا أكون من نوع الأب أو الراعي المتسلط المتحكم، ولا من النوع المتسامح، ولا من النوع المهمل، ولا من النوع الذي يتدخل بشكل كبير في جميع حياته وقرارات الطفل المصاب. المحور الثالث والأخير هو على الراعي أو الأسرة. فأولا من العلاجات هو التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل، وهذا شيء جدا عندنا في الحمد لله في الإسلام يعطي معنى للأسرة ودعم معنوي كبير، حينما أعلم أن هذا هو ابتلاء من الله عز وجل ويمنحني الثواب عليه، هذا بحد ذاته يعطي دافعية ومعنوية وطمأنينة لهذا الراعي أو الأم أو الأب. دعاء الله عز وجل بشفاء الابن، وأنه والله يعني يكون يعطي القوة على تحمل مثل هذه الأمور. من الأمر الثاني التحدث مع المعالج، مع الطبيب، طبيب طفلي المصاب، أتحدث معه عن مشاعري أنا، ممكن أن يجري لي بعض المقاييس، وأنا هنا كدوري كطبيب أعرف أن جزء كبير من تحسن أعراض الطفل هو معالجة الوالدين أو الراعي إذا كان يشتكي من أعراض أو اضطرابات نفسية. طيب، فممكن يعمل لي مقاييس، ممكن يسألني في كل زيارة عن هل أعاني من أي اضطراب نفسي أو لا. الشيء الثالث، في حال تم تشخيصي من المعالج قال والله أنت قد يكون عندك اضطراب نفسي مثل الاكتئاب، القلق، التأقلم، احتراق وظيفي، اضطرابات نوم، هنا قد ألجأ إلى العلاج، والعلاج هنا ينقسم إلى علاج دوائي وعلاج غير دوائي. العلاج الدوائي ممكن ألجأ له في حالات كثير، في حال خصوصا في حال عدم توفر عندي خدمة العلاج غير الدوائي، وجدنا أنه كثير من الأشخاص أنه أيضا يقل عندهم القلق أو التوتر أو الحساسية تجاه هذا الموضوع. وممكن أيضا ألجأ إلى العلاج غير الدوائي مع الأخصائي النفسي الكلينيكي، وشيء يعني دور كبير أني أتعرف على نمط تفكيري ونمط شخصيتي. قد يكون نمط شخصيتي الشخصية القلقة الوسواسية، الشخصية التي لديها تشوهات في الأفكار، بمعنى والله تضخيم الأمور، التفكير الكوارثي، توقع الأسوأ. فالطفل هذا إذا حصل منه خطأ خلاص أضخم هذا الأمر، أو أني أعيش في قلق وأتوقع الأسوأ، ممكن حدثت حادثة مثلا طفلي والله مصاب بفرط الحركة وجاء يوم الأيام تعرض إلى حادث مثلا وخلاص صرت أخاف عليه وأتوقع أنه إذا خرج من البيت ممكن يحصل له نفس الشيء، وبنيت نتيجة واحدة في لحظة معينة على كثير من يعني حياتي اليومية. هنا قد يكون هذا توقع الأسوأ نتيجة
لموقف واحد. هنا يأتي دور العلاج السلوكي المعرفي الذي ينظم الأفكار وبالتالي تتنظم المشاعر وبالتالي تتنظم السلوكيات. العلاج الجماعي، طيب العلاج الجماعي ومجموعات الدعم لها دور كبير حينما ألتقي بثمانية إلى 15 شخص من الأسر التي لديهم معاناة، سواء كانوا عندهم أطفال فقط الحركة أو غيرهم، مثلا ممكن أسرة عندها توحد، عندهم إعاقة، عندهم مرض عضوي، أيا يكن، لكن كل واحد يحكي معاناته وطرق دعم، ندعم بعضنا البعض واستفيد من ما لدى الآخرين، كيف خففوا الضغوطات عن أنفسهم، وأنا أيضا أشارك معاناتي وأشارك خبراتي حول هذا الأمر، وجدوا أنه له دور كبير في تحسن الحالة والاستقرار النفسي لدى الأهالي ومن يرعون المصابين. أيضا التواصل مع أهالي المصابين بفرط الحركة بدور فعال، أسألهم وش سويتوا، وين رحتوا، أيضا أعطيهم خبراتي وأتواصل معهم بشكل فعال جدا. الشيء السابع أنه والله أحيل هذه المصيبة إذا اعتبرتها مصيبة أو المحنة إلى منحة، ويكون لي دور فعال وتثقيفي، أنقل خبراتي، وكم رأينا من أشخاص مثلا لديهم أطفال مثلا معاقين وأشترك في جمعية مثلا للإعاقة أو جمعية مثل جمعية إشراق، وأبدأ هنا والله يكون لي دور فعال وأقلب هذا، أقلب هذا الأمر لدعم الآخرين، لنقل الخبرات. هذه من أهم الخطوات أيضا التي ممكن يلجؤون لها الأهالي. تسجيل المشاعر والتعبير عنها، أسجلها إما عن طريق الكتابة بالفعل، أكتب مشاعري تجاه طفلي، تجاه من أرعاه، تجاه مشاعري أنا، أتكلم مع صديق، حتى لو أقول والله أنا اليوم زعلان من ابني، بعضهم لا يلوم نفسه مثلا، يخاف أنه يعبر عن مشاعره، مشاعر والله تجيه مشاعر غير جيدة تجاه هذا الابن، ويقول والله كيف أعبر عنه، لكن لا، التعبير عن المشاعر، الكتابة عنها، التحدث مع صديق مقرب عن هذه المشاعر، طلب المساعدة، طيب، وعدم التحسس، عدم التحسس من وجود أن لدي طفل مصاب بفرط الحركة أو غير من اضطرابات، هذا من الله عز وجل، بل بالعكس أطلب المساعدة سواء من كان من قريب، من صديق، من مؤسسة، من طبيب، أدمج هذا الطفل في المجتمع. أروح ويعني ما أقول إنه والله ما عندي في الآخرين يكسر يأخذ راحته، لكن لا، أن لابد المجتمع أن يتقبل، وما يكون عندي التحسس الزائد بدمج طفلي في المجتمع. تنظيم الجدول من الأمور المهمة أيضا، تنظيم الجدول اليومي، ترتيب المهام. الأشخاص الذين يعانون من عدم ترتيب أمور حياتهم والروتين اليومي قد يجد صعوبة في قضية التحكم بالمشاعر والتأقلم مع هذا الطفل المصاب، فلا بد أن يعرف روتين يومي جدولي بشكل أفضل. أيضا أخذ فترات راحة، سواء كان كل يوم أخذ فترة راحة بعيد عن طفلي مدة مثلا نص ساعة، ساعة، ومن أرعاه ومارس فيها تمارين الاسترخاء، التنفس العميق، فترات متقطعة، يعني أكون فيها مستشعرا للحظة، أتفكر في ما منحني الله عز وجل فيه من نعم، وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذه أيضا المحنة التي أصبت بها، ويعني أعيش اللحظة وأعيش مشاعري، أتقبلها في هذه اللحظة، وتكون فترات الراحة هذه بشكل يومي وأيضا بشكل أسبوعي، ممكن كل أسبوع خلاص أخذ لي إجازة نص يوم، يوم بعيد عن من أرعاه، ممكن بعد كل 3 أشهر أخذ فترة راحة سفر بعيد عن مثلا والله هذا الطفل، يعني يكون مثلا مع شخص آخر أثق فيه مثلا يرعاه مثلا مع والده، مع أخته، وهكذا. لكن أخذ فترات راحة متقطعة سواء يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية، تعطي نوع من الدعم والدافعية للأهالي. الرياضة بانتظام، الرياضة جزء مهم جدا وكبير. الإرشادات تقول 150 دقيقة في الأسبوع متوسطة الشدة، بمعنى 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع متوسطة الشدة، يكون فيها تعب، يكون فيها إجهاد. في دراسات كثيرة تدعم والله إنه والله أن الرياضة بانتظام ونتائجها للقلق والاكتئاب الخفيف والمتوسط تساوي نتيجة للعلاج غير الدوائي، علاج مثلا السلوكي المعرفي والعلاج بالكلام، فنتائجها جدا ممتازة مبهرة. الأخير اللي هو القراءة والتثقيف حول هذا الموضوع، أني كل ما أقرأ، كل ما يكون عندي اطلاع حول والله هذا الاضطراب، حول كيف أتعامل مع هذا الطفل، كيف أرعاه، كيف أتعرف على مشاعري ونفسي، وكيف أعالج هذا الأمر،
كل ما كان أفضل، ويعني نتائجه إن شاء الله تعطي نتائج أفضل على المستوى الشخصي وعلى مستوى أيضا الطفل. يعني هذا ما أردت أن أقوله، إن شاء الله أن يكون فيه الخير والفائدة لكم جميعا. حاولت أني ألم الموضوع في هذا الوقت. أسأل الله تعالى العون للجميع والشفاء، وأبد اللي عنده أي سؤال أو استفسار ممكن نأخذ حدود 10 دقائق وبعدها ننهي هذه المساحة. شاكر مقدر لكم حسن الاستماع. جميل، يعطيك العافية دكتور. في عندنا تساؤل من أم سعد، تفضلي. أستاذة هلا، تفضلي. مرحبا، مساء الخير. حبيت أستفسر بخصوص العلاج الدوائي والعلاج السلوكي، هل العلاج الدوائي والسلوكي يعطي نفس النتيجة؟ يعني مثلا لو استغنى الشخص عن العلاج الدوائي يقدر يتابع عادي بس مع العلاج السلوكي ليحافظ على التركيز والانتباه؟ طيب، الأفضل من يجيب عن هذا هو الطبيب المختص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، هذا بحد هذا في المقام الأول. في المقام الثاني هو يختلف من طفل لآخر، من حالة لأخرى. لا شك أن العلاج الدوائي هو ركيزة أساسية في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مع وجود العلاج غير الدوائي. فأفضل من يسأل هو الطبيب المشرف على الحالة. وبالمناسبة أنا لست طبيبا مختصا في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. أستاذ سلطان، تفضلي. السلام عليكم. أنا كانت أسئلتي بناء على أن تخصص الدكتور الدقيق مع الأطفال، بس في بعض الأسئلة ممكن يجيب عليها. بالنسبة لمآل الاضطراب، هل كل ما كبر الشخص يتحسن أو لا؟ والأمر الثاني، أن نسمع كثير من أشخاص يعني كبار في العمر، يعني مو بأطفال، اكتشفوا أن عندهم يعني الـ ADHD وهم في أعمار كبيرة، يعني ما اكتشف عندهم هم أطفال. وبالنسبة للأدوية الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية، الأدوية محدودة، يعني الخيارات محدودة، فيكون أحيانا السايد افكت تبعها يعني سيء على الطفل أكثر، يعني يمكن أكثر الأمهات يشتكون منها اللي جربوها. نعم لها أثار كويسة ونساعد على التركيز وكذا، بس أيضا لها أثار سلبية. وبالنسبة لموضوع المراكز يا دكتور، الأطفال الـ ADHD أعتقد دمج، ما يحتاج أنهم يكونون في مراكز فكرية أو مراكز متخصصة بالاحتياجات الخاصة، وشكرا. طيب، من ناحية سؤالك أنه يتحسنون، نعم الغالب أنهم يتحسن، تقريبا 40-60% يتحسنون عند سن البلوغ. إذا بقي فالغالب أنه يبقى اللي هو تشتت الانتباه، أما فرط الحركة فيخف بشكل كبير جدا جدا، ويبقى في اللي هو تشتت الانتباه خصوصا عند الإناث أكثر من الذكور. الأمر الثاني من ناحية وجود أو أعراض جانبية للعلاج، فكل الأدوية اللي موجودة في السوق سواء لاضطراب فرط الحركة أو حتى لاضطرابات كثيرة أخرى لديها أعراض جانبية، والدور الطبيب هو يقيس المنافع والمضار. إذا والله ترجحت منافع أخذ الدواء على مضاره فإن الأفضل أخذ الدواء. اللي يعرف أن علاجات اضطراب فرط الحركة وجهة انتباه آمنة جدا، والمفترض أنه والله يتوعون الأهالي بأن استخدامها آمن للطفل، مفيد جدا للطفل، بل بالعكس على المدى البعيد في حال استخدام هذا العلاج فإنه يقلل من الآثار السلبية إذا مقارنة بعدم أخذنا للعلاج. عدم وجود خيارات كثيرة قد تكون أبرز الخيارات العالمية موجودة. صح، هناك عدد من الأدوية ممكن إن شاء الله نأمل أنها تخش المملكة في الفترة القادمة، لكنه ما نقول والله، يعني الخيارات الأساسية هي موجودة بإذن الله تعالى،
ممكن يحصل نقص في بعض الأوقات أو شيء، هذا شيء آخر. نمر رابع صحيح، هم الغالب أنهم يكونوا دمج وليس مراكز خاصة. صن والله مثل بعض المراكز الصحية في بعض العيادات التي تعنى بالعلاج السلوكي، العلاج الوظيفي، علاج النطق والتخاطب، خصوصا في الحالات الشديدة التي تحتاج للتدخل غير الدوائي. فهناك قد يكون بعض الحالات الشديدة التي لا تتناسب في مراحل مبكرة، مثلا وجودها مع مثلا والله دمج أو شيء أو غير من ذلك، لكن أغلب الحالات صحيح ما يحتاج إلى مراكز خاصة. جميل، يعطيك العافية دكتور. أستاذة نورة تفضلي. يعطيك العافية دكتور. فعليا الضغط على أولياء المصابين بالاضطراب جدا كبير، عليهم توعية أنفسهم، أبنائهم، المحيط القريب، المدرسة، الأصدقاء، ففعلا يكون بعانهم، خاصة لو كان الشريك أيضا مصاب أو عندهم أكثر من ابن مصاب. دكتور سؤالي، أنت كنت تقول أن أكثر أحد ممكن يقدم لك الاستشارة أنت كولي أمر تحتاج دعم، وهو الطبيب اللي تابع عنده الابن. للأمانة أنا يمكن مريت على أكثر من طبيب، ما في أحد منهم عرض علي يعني عرض علي هذا الشيء، ما في أحد منهم قدم استشارة ولا توجيه، ويمكن أنا ما طلبت منهم لأنه ما كنت أعرف أنه هذا الشيء ممكن أنه يقدم لي من الطبيب اللي تابع مع ابني. لكن أنا أقول لك الحين للأمانة هذا هدفي من دخول المساحة، هل لمين أتوجه؟ أنا فعلا أحتاج دعم، لأنه بغير عن ضغط يكون عندك طفل، عندك عمل، عندك توعية مجتمع، مدارس، أتوجه، هل فعلا أتوجه للطبيب اللي تابع عند ابني؟ وإذا كان إحنا الحين موقفين ما عندي استشارة نفسية قاعدة معه، مكملة مع سلوكي وسبورت جروبز ويعني ومعرفي، ما عندي طبيبة أتابع معه لأنه أنا ما عندي علاجي، هل فعلا أروح للطبيب عشان يكون يتابعني أنا ويتابع ابني، يكون عارف هو حالته، أو الأفضل أنه أنا أروح لطبيب مختلف؟ يعطيك العافية. الله يحييك. طبعا يمكن النقاط الاخيره كان صوت مقطع فيها شوي، لكني فهمت نقطتك الاولى، وهي ان طبيبك المعالج انه والله ما جالس يسالك هل تحتاجين او لا. طبعا مفترض انه الطبيب يسال، لا شك في ذلك، سواء كان الراعي او لاضطراب فرط الحركه او غيره. مثلا يجون ناس مثلا يرعون اشخاص مصابين بالخرف او الزهايمر على سبيل المثال، فجزء كبير من تحسن الحاله هو اني اعرف ايضا هذا الراعي أو الذي يرعى هذا الطفل كيف والله استقراره النفسي، لأن استقراره النفسي ينعكس إيجابا على هذا الطفل المصاب، وإذا كان والله غير مستقر ينعكس سلبا على هذا أو تحسن الحالة. هل يعالجها الطبيب المعالج؟ هو يستطيع أن يكشف الحالة ويشخص إذا كان طبيب نفسي، ولكن هل يعني يعالج؟ هنا تختلف المدارس، ممكن يكون العلاج بشكل متوازي أو متداخل، مع يحيل مثلا يحيلك الى اذا كان مثلا عيادات، وجود مركز في عيادات للاطفال والمراهقين وعيادات اخرى للبالغين، يحيلك الى عياده البالغين، لكن دوره هو في البدايه انه يسال يكتشف وبالتالي يحيل اذا ما قدم حتى العلاج. فهي تختلف من مركز الى اخر، ممكن يعالج الطبيب نفسه او ممكن يحيل الى زميل اخر لديه، لكنه مهم جدا. اذا ما حتكلم ايضا انت تتكلمي مع الطبيب، ومن حقك أيضا إنك تسألين الطبيب. جميل، يعطيك العافية دكتور. معنا آخر سؤال. تفضل حساب تشتت. السلام عليكم. شكرا جمعية إشراق، يعني فكيتوا أزمة غير طبيعية بالنسبة لنا إحنا المصابين بأفتة. بس نحتاج منكم إذا ممكن لقاء كمان عن البدائل المتوفرة للعلاجات المنقطعة حاليا بالسوق بالصيدليات، أو بالنسبة للدكتور أو بالنسبة للأهالي أنصح بالاطلاع على النماذج الناجحة. نعرف كثير من الأمهات مرة قلقين يعني جدا إنه أولادهم كيف بيصيروا بعد فترة. أنصح بالاطلاع على التجارب الناجحة، يعني لا تسمعون لكلام المثبطين، في استشاريين وأطباء وأخصائيين ومعلمين، كل النماذج موجودة للناجحين. دكتور الله يعطيك العافية، هل ممكن كمان لقاءات أخرى تكون متخصصة أكثر للبالغين؟ أول شيء شاكر المداخلة.
لا شك أنه يعني عرفنا كثير من المراجعين أو الزملاء المصابين بفرط الحركة وشتت الانتباه، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله ناجحين جدا في حياتهم العملية والاجتماعية. الأمر الثاني يعني ما عندي مانع، إن شاء الله ممكن نرتب وقت آخر بإذن الله تعالى على بعض المواضيع اللي ممكن أن أقدم فيها في مواضيع متخصصة، قد لا يكون تخصصي ينسجم معها، ولكن هناك بعض الأشياء التي ممكن نقدمها. بالعكس يسعدنا ذلك في أي وقت إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور عبد العزيز، الله يحييكم. شكرا على اللقاء وشكرا مستمعينا الأعزاء، كان لقاء مثري، ما قصرت يا دكتور. شاكر ومقدر لكم جمعية إشراق، هذه الجمعية الرائدة، وشاكر ومقدر لجميع المستمعين، ونأمل بإذن الله تعالى أن نلتقي في حوارات أخرى بإذن الله تعالى على خير وعافية وصحة يا رب العالمين.